أعلنت وزارة الإسكان عن تمديد مدة صلاحية طلبات المواطنين المتقدمين فعلياً للاستفادة من برنامج مزايا قبل انتهاء المهلة المحددة، سلفاً لوقف قبول طلبات الاستثناءات والمحددة بتاريخ 16 من أبريل المقبل، وذلك لمدة 6 أشهر إضافية بهدف التسهيل على المواطنين لإنهاء معاملات شراء وحداتهم السكنية، فيما ستمنح الوزارة المتقدمين بطلبات جديدة لاستثناء العمر حتى ذلك التاريخ مهلة لا تتجاوز 6 أشهر لاستكمال إجراءاتهم، مع التأكيد على تطبيق المعيار الخاص بقبول شراء الوحدات السكنية الجاهزة للسكن فقط. في إطار حرص الوزارة على رعاية مصالح المواطنين ومراعاة ظروفهم وأوضاعهم، طبعا منح استثناء مزايا في وقت سابق لعدة مرات ليتيح للمواطنين الانتفاع بالبرنامج. استثناء السن إلى 45 سنة متاح لتاريخ 16 أبريل 2021. طبعا في فئة من المواطنين تقدموا للانتفاع بالبرنامج بس ما تمموا إجراءاتهم، في منهم فئة للأسف أنهم ارتبطوا بالتزامات مادية مع المطورين أو المقاولين ودفعوا مقدم أو عربون لشراء مسكن. نظام مزايا لا يسمح بشراء عقار قيد الإنشاء، وتم توضيح هذه الجزئية في عدة مناسبات للمواطنين، لكن للأسف في بعضهم لجأ للتعاقد عن طريق شراء هذه النوع من المساكن. وزارة الإسكان لمراعاتها لهذه الظروف الخاصة بهذه المواطنين ارتأت أنها هي تجدد لهم فترة التأهيل مدة 6 أشهر أخرى. هذه الاستثناء فقط راح يطبق للمنتفعين اللي ارتبطوا بتعاقدات وقدموا للحصول على الانتفاع بالبرنامج بدون ما يتممون الإجراء.